ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. بلاش تبكي ببلاش. ما أروع أن تملك الرأي السديد بعد ثوان من الحدث. ما أحلى أن تكون صاحب موقف بعد لحظات من الخبر. ما أجمل هذه الأشياء وما أقوى هذه الثورة المحظية بكل تلك الآراء والمواقف. فعلا محظية الثورة يا أبو شريك، أنه يمكن الثورة الفرنسية بجلالة أدرى وطول مدتها ما صحل هيك سحيبة مواقف ولا هيك شليفة آراء. قال يعني لازم هالحمار يكون له رأي؟ لا، هو مفكر أنه الفيسبوك بس له بيقول بما تفكر. بقى بما تفكر يا طويل العمر، وإيش رأيك باللي صار؟ لك مصلحة بيض شوي بموضوع الأقفاص؟ شغال تراها؟ ولا بتحب تأخذ وتعطي بموضوع الغرقة؟ شوف وين جوك وترتيبك ولعيناك، وبالحالتين مو مشكلة، انت تبدي رأيك ونحن ننشر. صحيح انه الناس ببلدك شي مات وشي تشرد وشي تعتر وشي تمرمر وشي داء الويل، لكن الصحيح ايضا ان فرص العمل ازدادت على مستوى حرية الرأي. هلأ مو الشعب كان بده حرية رأي؟ ايه، مو كان بده حرية التعبير؟ مو كان بده حرية اتخاذ المواقف؟ ايه شرف وتفضل، وهي صار عندكم كل هدول ومع اجر كمان. صار فيك تاخذ الموقف اللي بدك اياه مقابل اجر، صار فيك تقول الرأي اللي بدك اياه مقابل اجر، لك حتى صار فيك تبكي وتجعر مقابل أجر. صارت الحرية بجيبتك، قصدي صارت معبيت لك جيبتك. بقى شو بده مسقفنا الحبيب أكتر من هيك؟ بس انت كتر له شهداء وشوفه معلم بالرأي، بطل بالمواقف، على القاعد وعلى الواقف وعلى المتسطح طبعا، ظهر صدر فراشة، مسافات قصيرة مسافات طويلة، اللي بدك إياه. لكل شهيد ألف شاعر، لكل قتيل ألف محلل، لكل أسير ألف مطالب، لكل متبهدل ألف مؤتمر، لكل معتر ألف اجتماع، وكله مع بعد حسن الاستماع. عم تتعب كتير يا أخي، طيب لا بقى تزود على حالك أنت التاني. مو ضروري كل نقطة دم تدلق وراها محبرة، مو ضروري كل شهيد تغسله بدموعك الافتراضية، وما في داعي كل ما دق الكوز بالجرة تفهم العالم قديش إنك بتحبه لعالم الثورة. ريحه شوي للعالم أبو الثلاث نجمات، حرام هلك من قد ما رفرف وخايف تهر منه نجمة قد ما عم يرفرف بكتاباتك وإبداعاتك ويصير بنجمتين بس، مثله مثل العالم اللي ما يتسماش، علم الوطن اللي من سقفه وانت ونازل. لا هزلت انت علمك بثلاث نجمات وسبق ورفعته بكل المحافل والتجمعات، وقلوا عندك معزة خاصة لدرجة انك ما بتنام الا وانت متدثر فيه. عجبتك هاي متدثر مو هيك؟ بعرفك بتحب الكلمات المنتقات، بس والله مو مشان شي، مشانك يعني قلبي عليك. لا تعطي على حالك كتير يا اخوي، لا تجور. صحيح انه الشعب دمه مهدور، بس انت للأمانة دموعك مو ببلاش. بقى بلاش تبكي ببلاش، بلاش. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.